مع إجماع أجهزة الأمن الإسرائيلية في بيان مشترك على أن اعتداء المستوطنين في الضفة الغربية هو عبارة عن إرهاب قومي وتعزيز الجيش الإسرائيلي من قواته على مداخل ومخارج هذه القرية، إلا أنها باءت في الفشل. فحيث أتواجد أنا في قرية أم صفا شمالي غرب مدينة رام الله، قام المستوطنون بالهجوم على هذه القرية من مستوطنة عطارد الموجودة شرقي هذه القرية ومستوطنة حلميش الموجودة على غربها. 7 مركبات فلسطينية كان نصيبها من نيران المستوطنين، يأتي ذلك مع تحذير الولايات المتحدة من أن الوضع في الضفة الغربية قد يخرج عن السيطرة ووقف إدارة بايدن التمويل للمشاريع الاستيطانية الموجودة في الضفة الغربية وقيام الشباك الإسرائيلي باعتقال 4 مستوطنين فقط من الذين اعتدوا على كل من ترمس عيا وحوارة الأسبوع الماضي. وهذا عبد الرحمن عبيات أحد سكان هذه القرية التي اعتدى عليها المستوطن. حدثنا ما الذي حدث؟ الذي حدث هو تنظيم من جيش الاحتلال مع مستوطنيه وفر الحماية والأمن للمستوطنين بمشاركة الجيش كان الذي على أولهم وهو من بدأ هذه العملية، ثم دخل المستوطنون على أمان وبدأوا في تكسير وإحراق الدور، أمنوا جميع المنطقة للمستوطنين. الجيش هو من شارك في الأول في هذا الهجوم الإرهابي من المستوطنين. حصيلة اعتداءات المستوطنين في قرية أم صفا شمالي غرب رام الله 10 منازل تم إحراقها بشكل كامل، كمنزل هذا المواطن عبد الرحمن عبيات الذي أصبح بيته كتلة من الرماد. قام المستوطنون بإشعال النيران داخل هذا البيت متوعدين لأهل بيته بالموت حرقا، ثم قام المستوطنون بوضع الإطارات المحترقة على مداخل البيت لإعاقة الأم وطفلها من الخروج، ثم قام المستوطنون بمهاجمة كافة البيوت المحاذية للشارع الرئيسي في قرية أم صفا شمالي غرب رام الله.